الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة، إن شاء الله بأقرب وقت بيتعافى وبيرجع لك. تسلموا، الله يخليكم. شد حالك ابني، بإذن الله أبوك رح يطلع من هذا الباب معافى وما في شيء أبدا. نحن كمان عم ندعي له. العيلة لازم توقف مع بعضها بمثل هيك يوم، لازم تكونوا كلكم سوا بهالفترة، وإنت لازم تساعد أمك كمان. وإن شاء الله مع الوقت بس أبوك يتعافى ويطلع رح ترجعوا مع بعضكم من أول وجديد. إذا عملنا الرصاصة وضعه بصير خطير، ما فيني خاطر بالمريض، أحسن شي نستنى جراح العمود الفقري. لسه ما في خبر عنه؟ لا بنتي، عم نستنى الدكتور. إن شاء الله رح ينفد. شدي حالك حبيبتي سارة، هلأ بتشوفي جابر رح يطلع من هالعملية، حترجعوا لبعضكن عن قريب. دكتور، بابا منيح؟ وضع سيد جابر صعب، الرصاصة قريبة من العمود الفقري ومشان نطالعها بدنا دكتور مختص. طيب وين الدكتور وإمتى رح يجي؟ هلا في عنده عملية تانية، القرار عندكم، إذا بدكم فيكم تنقلوه لمشفى تاني، بس ما بنصح بها شيء لأنه خطر على حياته. مو معقول بكل هالمشفى ما في جراح تاني يعمل له العملية. اهدي شوي، الدكتور ما حكى شيء من عنده. لأنه هالموضوع مو من اختصاصي، ما فيني خاطر بالمريض، وانتو فيكن تنقلوه على مشفى تاني أو فيكن تلاقوا دكتور تاني يجي. هاي إمكانيات المشفى تبعنا، القرار عندكن، ولو ما انت عملت الإسعافات الأولية المريض ما كان راح يعيش لهلا، انت أنقذت حياته. استغفر الله، أنا عملت الشيء اللي بقدر عليه، الحمد لله أنه لسه مكتوب له عمر. أختي أنا طالع على برا وبعد شوي بيجي. طيب قالوا أمي صار اللي خفت منه، لازم نجيب له دكتور بأسرع وقت. ما في بالمشفى غير دكتور واحد بيعمل هيك عملية، وهو عنده عملية تانية، وهلأ وضعه كتير صعب أمي، لازم نستعجل. قال نقله لغير مشفى رح يكون خطير كتير. أمي أنا اتصلت فيكي لحتى تقولي لي شو بدي ساوي. طيب بنتي اهدي شوي بالأول، يعني مشان خطتي تنجح لازم جابر يعيش. أمي إذا جابر بيموت كل شي ساويته رح يروح على الفاضي. أمي ساوي أي شي بس لاقي لي دكتور. لك أخ بنتي، معقول ما خطر ببالك؟ تتذكري حسيبة؟ هاي سهرة مدير المستشفى. إيه صح، أكيد إذا اتصلتي فيه رح يلاقي لك دكتور منيح. طولي بالك شوي، أنا رح أعطيكي رقمه فورا. لك أنتي ما في منك بكل الدنيا. ما رح تنفدي من جابر بهي السهولة ست سارة. أستاذ، بابا بالغرفة جوا عم يموت، معقول نضل قاعدين هيك بدون ما نسوي أي شيء؟ إذا ساعدتنا سيد عزيز بكون ممنونتك. ووضعه مو منيح بنوب، هلأ هو بغرفة العمليات وعم يستنى دكتور، ما عنا وقت نضيعه. بتشكرك كتير سيد عزيز، يسلم. سلم على خالتي حسيبة. شكرا، بشوفك. علي أنا دبرت دكتور يساوي العملية، بعد شوي بكون هون. شكرا كتير أختي أسيل. شو هالحكي واجبي، المهم أبوك يطيب. ما رح أنسى هالمعروف أبدا. بتشكرك كتير أسيل. سمعتي أمي، أبي رح يعيش، بتشوفي بس لا يطلع من هالعملية رح حطه بعيوني. إن شاء الله ابني،
بإذن الله رح ينفد. منظر علي ما عم بيروح من قدام عيوني، نفسيته تعبت كتير يا حرام. ايه والله مو سهلة، الولد أبو تقوص قدام عيونه وسارة كمان مزعوجة. الله يصبرهم على هالمصيبة. ايه بس عن جد حلال عليه، هو زاد حاله قدام الإرصاص لحتى ابنه ما يصير له شيء. هيك الأب دائما بيضحي بحاله كرمال ابنه ما يصير له شيء أبدا. بس بتعرفوا لو أنا في عندي ابن أبضاي مثله، إذا ما عملت هيك ما بكون رجال، ولك بعطي روحي مشان ابني وأنا مبسوط. ولك شو عم تقول؟ ضروري الواحد ينأذى يعني؟ لا تفاول على حالك. يعني إذا أنا متت بتزعلي علي يا بنت؟ رجائي اسكت بقى، عم تضايقني كتير، بلا سيرة الموت هلأ، لساتك صغير ليش لحتى تموت؟ بالله هو حكى كلمة، شو راح يموت فورا إذا قالها يعني؟ ايه ها؟ وإذا عندك بنت شو بتعمل لكان؟ ايه كمان بفديها بروحي وأنا مبسوط. لسه عم يقول إنه بيفدي بروحه، أستغفر الله. حاسة حالي رح طق وموت من كتر ما عصبتوني. على أساس هنن اتجوزوا وصار في عندهم أولاد ونطوا قدام الرصاص حتى يحمون، ما شاء الله عليكم. أحسن شي أطلب كاسة شاي لأروق. أختي سونيا ممكن تطلبي لنا معك كاستين؟ حابب اشرب انا وخطيبتي شاي مع بعضنا. انتوا قرايبين السيد جابر؟ انا ابنه، قولي لي في شيء؟ لا تاكل هم الدكتور يلي طلبته اجا وبلش. ان شاء الله يقوم بالسلامه. اختي اسيل مالي عارفان كيف ردلك هالمعروف. علي ما في شيء مستاهل ابدا، أي حدا بيعمل مثلي. هلأ لا تاكل هم هالشغلات وخلينا ندعي مشان عملية أبوك تنجح. جوعان علي؟ طبعاً، لأنه من الصبح ما نحاطط لقمة بتمه، رايح جيب له شي من البوفيه حتى ياكل. لا عمو عثمان ما جاي على بالي شي. لازم تشد حيلك لحد ما أبوك يطلع من العملية، مشان هيك لازم تاكل. يلا اوعك تزعلي سارة، ان شاء الله كل شي رح يتحسن. شكرا لك، يسلم. بعرف انك عم تدعي مشان جابر يموت، بس لا كتير تنبسطي يا ست سارة، انا ما رح اخليكي تنفدي، صدقيني رح ساوي اللي بقدر عليه. لك شو عم تقولي؟ فكرتيني قليلة وجدان مثلك لأتمنى له الموت؟ ما توقعت حقدك يوصل لهون، بس ما بقلك غير الله يهديكي ويحسن أخلاقك. شش لا تعلي صوتك أحسن لك، ولا تنسي إنه هلأ كل شي بإيدي أنا. أسيل نحن رايحين على البوفيه، بدك تجي معنا؟ بروح معكم. بدك جيب لك معي شي ست سارة؟ لا يسلم. مرحبا. أهلين. قلنا قرايب من صاب جابوه لعندكم. وشو اسمه؟ جابر، جابر أزادي. هو هلأ بالعمليات. طيب قرايبينه وينهم؟ ممكن نشوفهم؟ على الأغلب هنن قدام غرفة العمليات، اطلعوا بالأسانسور بتلاقوهم بالطابق الثاني عليا.